أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. طبق الحلو اللي حنعمل اليوم طبق جديد تماما، حبيت أعمل لكم هيك وصفة لطيفة وخفيفة وسميتها بسكويت الآيس كريم بالتشيز كيك. حبيت تغيروا الاسم ولكن حتشوفوا فكرتها ونشوف مع بعض المقادير. آيس كريم تشيز كيك، 12 كأس من بسكوت الآيس كريم، 200 جرام شوكولاتة مذابة، كوب كريمة سائلة، 200 جرام جبن كريمي لين، 3 ملعقة كبيرة سكر ناعم بودرة، باكت كريم كراميل، وعلبة من الباي توبينج أو الفيلينج. أعزائي المشاهدين، هالطبق اللي حنعمل اليوم طبق حلويات كتير لطيف وفكرته كتير بسيطة. نبتدي نجهز في الأول الحشوة أو نبتدي البسكوت زي ما بتحبوا، الاثنين حيمشوا مع بعض. بس خلوني أقولكم إيش المكونات اللي موجودة عندي. عندي هون التوبينج اللي بنستعمله للتشيز كيك أو باي فيلينج، الاثنين بيمشي الحال، ممكن على كرز، ممكن على توت، ممكن بلو بيري، زي ما بتحبوا. حخليه على جنب، أنا مش هشتغل فيه هلأ. وعندي مكونات الحشوة، كتير مكونات لطيفة وبسيطة وسهلة. عندي سكر ناعم بودرة، باكت من الكريم كراميل، و200 جرام من الجبن الكريمي، وكوب من الكريمة. هحتاج مضرب الشبك، هحط هالمكونات مع بعضها في وعاء الخلاط. كوب الكريمة السائلة، إن شاء الله تكون وضحت عندكم موضوع الكريمة. كتير بيجيني إيميلات في ناس بتلخبطوا ما بين الكريمة اللي بنطبخ فيها، هي نفسها هاي إذا خفقتها هلأ بستعملها الحلويات، إذا حطيتها مباشرة على الأكل السخن بتبقى كريمة طبخ. نفس الكريمة يا جماعة. هحط السكر الناعم البودرة وباكت الكريم كراميل الباودر و200 جرام من الجبن الكريمي، وأرجو أنه الجبن الكريمي يبقى واضح عندكم، كمان في ناس كتير بيستفسر عنه. ممكن نشتريه على شكل عبوات أو مكعبات صغيرة، بس بحس المكعبات بتاخد وقت نقعد نفتح، فممكن تشتروه بأحجام كبيرة أو قياسات كبيرة. أتأكد أنه الجبن الكريمي مطلعاه أنا من التلاجة قبل بوقت وسايح عشان ما يغلبني وينخفق ببساطة. وبكت السكر المحروق اللي بيبقى موجود مع الكريم كراميل، هضغط عليه أنا شوي هيك في الأول، خلوه هيك لينوه شوي بإيدكم، دفوه عشان يبقى سهل إنكم تستعملوه. ممكن بس هالخطوة هذه البسيطة بتلين لي إياه شوي، وبالمقص ممكن نقطع هالجزء، ومباشرة على خلطة الحشوة اللي حطيناها، الكريم مع الجبن والسكر الناعم، حيعطيني طعم كراميل كتير لطيف. يبقى هلأ أصبح عندي جاهز، ببتدي أشغل مضرب الشبك. هلا الحشوة أصبحت جاهزة وما بتاخد وقت، خلي بالكم أنا بس مجرد ما تصير عندي الكريمة هشة بتبقى جاهزة للاستعمال على طول. لسهولة بس الاستعمال أنا ححطها في كيس من كيس النايلون أو أي الأكياس اللي بنستعملها كقمع. مش شرط تعملوا هذه الخطوة، ممكن توزعوها بالمعلقة، ولكن أنا بقول كسهولة شغلكم إذا حبيتوا تنفذوا هالفكرة. حوزع هلأ خليط الحشوة في الكيس، ممكن إذا حبيتوا تجهيز مسبق تحتفظوا بالكيس هذا في الثلاجة، ما بصير له أبدا أي شيء لمدة يومين، ووقت اللزوم تكملوا بس الوصفة على حسب ما بدكم. يبقى نوزع هالحشوة هذه كلها ويبقى عندي جاهز. خلينا نشيل الأطباق هذه، خلص خلصنا منها، ونبتدي نشوف خطوتنا التالية
والبسكوت الايس كريم اللي حنستعمله ان شاء الله. بس البسكوت هذا تلاقوه لانه في ساعات بيبقى مقطوع من السوق، فانا حاب انكم تتاكدوا من وجوده قبل ما تبتدوا تجهزوا لهالوصفه. يبقى حنخلي هلا الحشوه جاهزه على جنب ونجيب البسكوت نتكلم شوي عنه. وححتاج شوكولاته مذابه، ما في مشكله عندي معيار الشوكولاته على حسب المتوفر عندكم. انا ححتاج حوالي، انا بقول 200 جرام بس مش كل ال 200 جرام حنستعملهم، حناخذ بس طبقه خفيفه. هنشوف مع بعض هلا طريقه الاستعمال ونتكلم عن البسكوت. بسكوت الايس كريم بيبقى عندي عبوات بهذا الشكل، ممكن نفتح الكيس. طبعا بيبقى كتير حساس فخلوا بالكم وانتم بتشتغلوا فيه. المقدار الكريمة اللي عندي بيعمل لي حوالي 12 كب من هذا البسكوت. ممكن ناخد صينية زي هذه حخليها جنبي هيك. اذا الصبايا حبوا يساعدوا ماما بهالوصفة تبقى فرصة كتير لطيفة. هلا انا ايش بدي اعمل؟ حوزع الحشوة في داخل كواب الايس كريم، ولكن اذا انا وزعتها مباشرة زي ما هي هيك بكب الايس كريم مجرد 10 دقائق حلاقيها بشبشت والبسكوتة نفسها اصبحت طرية ومش لطيفة لما بناكلها. فعشان هيك انا حبيت اني اغطيها في الداخل بشوكولاتة مذابة بهالشكل هذا. ان شاء الله تكون واضحة معاكم في الكاميرا. اي نوع شوكولاتة، شوكولاتة بيضة او سادة زي ما بتحبوا بالشكل هذا، وفرشاي بهذا الشكل. هخليها جنبي مجرد ما بغطس واحدة، او اقصد بغطي واحدة اسيبها ثواني بلاقيها على طول تماسكت وابتدي بالثانية بالثالثة، يعني ما بتاخد ابدا منا اي وقت، بس اتأكد انها تغطت كويس بطبقة الشوكولاتة زي ما عم نعمل. طبعا حنقول هلا كلمة كتير لطيفة انه الصبايا حينبسطوا لما يساعدوا ماما بهيك وصفة، او هم ممكن يعملوا هالوصفة. نحط شوي من الشوكولات في القاع، خلوا بالكم عشان أتأكد إنه اتقفلت كويس بالشوكولات. إن شاء الله تكون عندكم واضحة بالكاميرا. بحب كتير إنه البنات يساعدوا ماما في المطبخ، أو هم يفوتوا يعملوا لماما أي شيء، أو يساعدوها كمان في تجهيز السفرة، في تجهيز الطبخ، مش شرط بس بالحلويات. يبقى عندنا قطع البسكوت هدول، لا القاع مش مغطى، فخلينا نتأكد إنهم تغطوا كويس عشان ما بدي زي ما قلنا تبقى البسكوتة في القاع طرية وممكن يسيل منها الحشوة. يبقى حنوزع الشوكولات بهذا الشكل. وابتدي هلا اوزع الحشوة. زي ما قلنا الكيس هذا حيسهل لي الشغل، ولكن مش ضروري ومش اساسي في وصفتنا. بالمقص حقطع جزء بسيط من طرف الكيس وابتدي اوزع الحشوه بهالطريقه. هلا في عندي فكره، اذا حبيتوا تحطوا شوي من التوبينج في داخل ما بين طبقات الكريمه، او حبيتوا مباشره بالكريمه على حسب ما بتحبوا. يبقى ممكن انا اعمل هيك وارجع ابتدي اعمل زي دائره هيك عشان يكون الحشوه فيها، اقصد التوبينج هنحطه هلا بهذا الشكل. يبقى مليناها ونرجع نعمل هالفراغ هذا عشان يكون في مجال للتوبينج. ارجع اعمل لي هذا شوي ثاني بهالطريقه هاي. ويبقى عندنا هلا كاسات الايس كريم اصبحت جاهزه. نشوف مع بعض كيف ممكن نقدمها، كيف ممكن نحطها بشكل لطيف، ايش الطبق المناسب لعرضها. طبعا ست البيت اكيد ممكن تتفنن بهذه الافكار على حسب ما هو موجود عندك. هحتاج انا اجيب اللي موجودين عندي بالثلاجه، كل ما كان متلج كل ما كان فعلا طعمه كتير طيب. كاسات الايس كريم هلا اصبحت جاهزه عندي للتزيين، ممكن زي ما قلنا نحطها في اي طبق. بضل عندي الاضافه الاخيره اللي هي التوبينج، هناخذ بالملعقه هيك ونوزع على كل قطعه كميه هيك من التوبينج. زي ما قلنا اللي حابين يستمتعوا اكثر بطعم التوبينج ممكن نحط في الداخل
ما بين الكريمة، يعني حط شوية كريمة وشوية توبينج، شوية كريمة شوية توبينج على حسب ما بتحبوا. طبق لطيف جدا والكبار حيحبوه والأطفال حيحبوه، وزي ما شفتوا فكرتها كتير بسيطة وما بتحتاج منا أبدا أي مجهود. إن شاء الله هالوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتستمتعوا فيها مع أفراد الأسرة. خفقنا مكونات الحشوة مع بعضها، وزعنا الشوكولاتة على جوانب وقاع بسكوت الايس كريم ومليناه بالحشوة وحطينا على سطحه التوبينج.